ساعة ولكنها ما زالت مستمرة مع حضراتكم مع الإعلامية الأستاذة شفكي المنير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا آية. مساء الخير يا أحمد. وأنا سعيدة بقى أن أنا بقابلكم هنا أخيرا لأني بتابع النجاح والنشاط وسعيدة بالتطوير الجميل ده. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. ويعني الحقيقة إحنا اللي سعداء بانضمامنا مع حضرتك النهاردة، رمز من رموز ماسبيرو في يوم من الأيام الخالدة في ذكرى كل مصري وطني، وهو ذكرى انتصار أكتوبر. يعني النهاردة عاوزين نقول ونوجه من خلال المنبر القناة الأولى تحية إجلال وتقدير لكل جندي وعسكري مصري وضابط جيش وضابط شرطة أيضا. كل دي حقيقة وده أقل واجب يمكن. وانتوا بتقروا النشرة يعني أنا كده سرحت وحسيت العاشر من رمضان مش بعيد عن الأيام اللي احنا موجودين فيها. صحيح. يعني احنا يمكن بنعيش نفس الروح، نفس الإصرار، بنبني بلدنا، بنتحدى إرهاب، بنعمل مشروعات كبيرة، بننقل مصر نقلة تانية، وكأنه يعني التاريخ انضم، يعني كأنه تاريخ أكتوبر بالروح والإصرار انضم لنفس التاريخ اللي احنا بنعيشه الأيام دي. يعني وانتوا بتقروا النشرة بتتكلموا على مشروعات، بتتكلموا على تصحيح أوضاع، بتتكلموا على رئيس بيطمئن على دولة شقيقة علشان تقف على رجليها، فتحس وكأننا مصرين دايما على التحدي والبقاء. صحيح، هو تحدي ودائما فعلا ما بنستغل مثل هذه الذكرى العظيمة في ان احنا نستلهم روح الإصرار والاستقرار والسلام كما ذكرتي فعلا. كل التوفيق لحضرتك. هننضم لصفوف المشاهدين ونتابع يعني فقرات حضرتك المتعدده. يشرفني وبشكركم، بشكر كل صناع نشرة التاسعة، بشكركم. شكرا. مشاهدينا الاعزاء اهلا بكم من جديد، اسمحوا لنا نستأذنكم في بداية برنامج التاسعة.